مساء الخير يا شباب. الفرقة الثالثة تجارة انجليش جامعة حلوان شعبة محاسبة. هنتكلم النهاردة في المحاضرة الثالثة عن الـ overhead as one of the cost elements، يعني الـ overhead allocation وازاي بنعمل estimation للـ overhead and so on. تمام؟ طيب مبدئيا احنا اتكلمنا على الكوست اليمنتس. اول كوست اليمنت اتكلمنا عليه الدايركت ماتيريال، واتكلمنا على الدايركت ليبر، وقلنا ان الدايركت كوست اليمنتس هي الكوست اليمنتس ذات كان بي تريسد، نقدر نحددهم بصوره دايركتلي سهله وواضحه ومباشره. انما الاوفر هيد فيها شويه مشاكل. ايه هي؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنتكلم accounting for overhead. الشابتر ده احنا اوريدي خدنا عليه سبناه الترم اللي فات، قلنا هنكمله الترم ده ان شاء الله. accounting for overhead، تمام؟ هتلاقوا في الكتاب عندكم الترم اللي فات. controlling manufacturing overhead، احنا اتفقنا ان اي حاجه بخلاف الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر اسمها اوفر هيد، صح كده؟ فالشركات بتعمل اكونت بتسميه مانيفاكتشرنج اوفر هيد كنترول اكونت لاي حاجه تانية ان دايركت بتصرفها غير الايه. طبعا احنا بنتكلم عن المانيفاكتشرنج، اتفقنا؟ مش النون مانيفاكتشرنج، بتصرفها انسايد ذا فاكتوري. فبعيد تاني هنا بقول لكم ايه هي الدايركت ماتيريال، ايه هو الدايركت ليبر. طبعا انتوا عارفين هي الدايركت كوست اليمنتس ده كان بي تريسد واقدر احددها على الفاينل برودكت. انما اللي مش هقدر احدده هو الايه بصوره واضحه، هو الفاكتوري اوفر هيد. فلو انا عندي شركه مثلا، والشركه دي الكوست اوف برودكشن عندي دايركت ماتيريال دايركت ليبر، دول كان بي تريسد. انما الفاكتوري اوفر هيد اللي هم $3 دي بيتعمل لها الوكيشن. يعني ايه؟ يعني في حاجه اسمها كوست تريسنج، انت تقدر تحدد الدايركت كوست اليمنت كان بي تريسد على الفاينل برودكت اللي هو كوست اوبجكت. كوست اوبجكت يقصد بيها anything can be we want to measure its cost، بنسميه cost object. لو انت عايز تقيس product، عايز تقيس تكلفة خدمة، عايز تقيس اي حاجة بنسميها cost object. فلو ال cost element can be traced على ال final product يبقى ده اسمه ايه؟ direct. طب لو هيتعمل لها allocation زي ما اخدت معاكم او اديت لكم المثال قبل كده، احنا ثلاثة رايحين ريستورانت وهناكل، كل واحد طلب ميل ب 50 و60 و70، عارفين كل واحد اخد ايه، يبقى دي دايركت كوست. طب هتيجي سيرفيس وتاكسس وميه لينا احنا كلنا، يبقى دي اسمها ان دايركت. ليه ان دايركت؟ علشان مش هنحددها بصوره مباشره، احنا لازم نعمل لها الوكيشن، لازم نوزع التكلفه دي علينا، صح كده؟ فاي كوست هيتعمل لها الوكيشن بنسميها ايه؟ ان دايركت كوست. طيب عشان تعمل allocation للكوست بيبقى عندنا خطوتين. يعني ايه allocation للكوست؟ احنا دلوقتي هنتكلم عن الشابتر اللي هو chapter 6 عندكم، يبقى اللي هو اسمه ايه؟ overhead cost. طيب هنيجي نقول ال overhead فيها مشكلتين. اول حاجة ان انت لازم تعمل ايه allocation، دي اول مشكلة، ان انت لازم توزع التكاليف الغير مباشرة على البرودكت عشان تبقى عارف تكلفة البرودكت بتاعك قد ايه. طيب تكلفة البرودكت بتنقسم لدايركت ماتيريال ودايركت ليبر ومانيفاكتشرنج اوفر هيد. ده وده اوكي اقدر احددهم. ده اكتوالي فيه مشكلتين، ان احنا بنجمع كل التكاليف الان دايركت عشان نعمل لها الوكيشن، دي اول مشكلة. تاني مشكلة هي مشكلة الاستيميشن. يعني ايه؟ يعني هل تقدر تحدد لي الفاتورة بتاعت الكهرباء بتاعت البيت بتاعكو دلوقتي؟ لا، لازم تقول لي ايه؟ لا انا هستنى لما هدفعها اخر الشهر. طب انا جاي لي عميل قال لي انا عايز البرودكت بتاعك، هقول له البرودكت بتاعي تكلفته دايركت ماتيريال دايركت ليبر مانيفاكتشرنج اوفر هيد، استنى اخر الشهر لحد ما اعرف المانيفاكتشرنج اوفر هيد كام واقول لك؟ ما ينفعش، صح؟ عشان كده بنعمل للاوفر هيد حاجه اسمها ايه؟ استيميشن او الوكيشن. طيب يبقى الشركه بتجمع كل الاوفر هيد في حاجه اسمها كوست بول، يعني مجمعات للتكلفه، يعني كل الحاجات اللي شبه بعض من ايه بنجمعها وبنوزعها بطريقة معينة. ازاي؟ قال لي بنقسم الاوفر هيد
على بيز معين عشان يديني ريت، بنسميه overhead rate او overhead allocation rate او estimated rate او budgeted rate. مش فاهم؟ بصوا معي. والoverhead يعني مثلا هاجي اقول ايه الoverhead، مثلا 20,000 انا جمعتها كلها، كل الـ indirect cost بقى depreciation insurance اي حاجة ايه overhead، بس يعني اتفقنا ان احنا بنجمعهم في حاجة اسمها cost pool لان الoverhead كتيرة جدا فلازم نقسمها. فانت طب امتى هناخد الكلام ده؟ لسه شوية احنا بنفهم بس الoverhead بتتعالج ازاي. البيز بتاعي هنا هفترض ان انا هقسمها على number of units produced، تمام؟ مثلا انا انتجت 1000 يونت، يبقى كده الoverhead rate قد ايه؟ $20. $20 لايه؟ لكل يونت هنتجها. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عملت استيميشن للشغلانه دي ان كل يونت هنتجها هتوقع قصادها اوفر هيد قد ايه؟ $20. طب انا جي عميل عايز 100 يونتس، قدرت ان انا احدد الدايركت ماتيريال بتاعهم مثلا 5000، الدايركت ليبر بتاعهم 3000 لان قلنا التكاليف دي كان بيتريز. نقدر دلوقتي نحدد الاوفر هيد؟ ايوه. ازاي؟ انت جيت قلت ان كل قصاد كل يونت هتنتجها هتحسب اوفر هيد $20، وانت هنا العميل ده عايز 100 يونت، يبقى الاوفر هيد هنا ايه؟ قد ايه؟ يبقى تكلفه الشغلانه دي عليا 10,000 جنيه. يبقى انا قدرت ان انا ايه احدد ايه يا شباب؟ قدرت ان انا احدد الاوفر هيد. ازاي؟ جبت ريت وبعد كده ضربت الريت في الايه؟ في الاكتوال اكتيفيتي ليفل اللي احنا قسنا عليه. طيب يبقى اختصارا بس تاني، احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم على ايه هي مشاكل الاوفر هيد. قلنا مشاكل الاوفر هيد حاجه من الاثنين، اول حاجة ان انت بتعمل لها allocation، لازم تعمل لها allocation زي ما شفنا دلوقتي، قلنا هننتج 100 unit كل unit ب $20. تاني حاجة ان انت لازم تعمل لها estimation، يعني لازم تتوقعها. ليه؟ علشان صعب ان الشركة تحدد الاوفرهيد بتاعتها اول السنة. طيب ازاي نعمل لها estimation؟ باجي بقسم الاستيميتد اوفرهيد على الاستيميتد بيز، على الاستيميتد بيبقى اسمها ايه؟ استيميتد الوكيشن بيز، استيميتد الوكيشن بيز. ف استيميتد اللي هي البادجتد، يعني انا بتوقع الاول الاوفر هيد في البادجت. احنا قلنا كل شركه بيبقى عندها بادجت استيميشن للسنه الجايه، فمثلا باجي اقول ان انا متوقع ان الاوفر هيد السنه الجايه للشركه ككل تبقى 100,000 على استيميتد الوكيشن بيز. الالوكيشن بيز بقى كتير قوي، ممكن الشركه تشوف ان هي حابه ان هي تالوكيت الاوفر هيد دي على، لازم تبقى على دايركت كوست اليمنت. ممكن اجي اقول ان انا هقسمها على الدايركت ليبر اورز، يعني قصاد كل ساعة عمل العمال هيشتغلوها هتوقع قصادها اوفر هيد قد ايه. ممكن اجي اقول بيزد هقسمها على الماشين اورز، ممكن هاجي اقول ان انا هقسمها على النمبر اوف اليونتس بروديوسد، كل دي بيزس اقدر اختار على اساسها. ممكن اجي اقول ان انا هقسمها على الدايركت ماتيريال كوست، ممكن اجي اقول لا انا اقسمها على الدايركت ليبر كوست اند سو اون. كل دي بيزز الشركه بتختار البيز اللي هتوزع على اساسه الاوفر هيد. طب الفكره في ايه؟ الفكره تاني ان انا عندي اوفر هيد صعب ان انا اعمل لها عندي فيها مشكله. ايه هي؟ ان انا بعمل لها allocation، لازم احدد تكلفة المنتج، يبقى انا لازم احدد الoverhead. طب هنحدد الoverhead ازاي؟ هنجمع كل الcost pools، الحاجات اللي شبه بعض في الoverhead، ونجيب لها rate. يعني ايه rate؟ يعني انا دلوقتي كشركة عامل estimation ان الoverhead بتاعتي خلال السنة هتبقى 100,000، طبعا دي estimated budget. هتيجي تقول لي طب ما انت كده هيبقى عندك اختلاف ما بين الactual والbudget، اقول لك اكيد صح،
طيب ده فارينس، يعني انت حسبت تكلفة والتكلفة طلعت اقل، او حسبت تكلفة والتكلفة طلعت اعلى. بقول لك بنعالج الفارينس ده بعد كده، بس الكلام ده ان شاء الله لما تطلع سنة ايه، سنة رابعة، او هنتكلم عنها اخر الترم تكون فهمت الموضوع كله تمام. انما احنا لسه بنفهم بس مشاكل الايه، الاوفر هيد تمام. فباجي اتوقع، اجي قلت ايه، ان الاوفر هيد بتبقى استيميتد. طب ازاي استيميتد؟ بجيب ال استيميتد ريت او اسمه اوفر هيد الوكيشن ريت، بقسم الاستيميتد اوفر هيد على الاستيميتد بيز. مثلا هفترض ان البيز بتاعتي هنا ان انا استيميتد ان انا هنتج مثلا 10,000 يونتس خلال السنه مثلا، يبقى كده الريت قد ايه؟ $10 بير يونت اوف برودكشن. حلو، دي اهم نقطه. يبقى انا ايه، حددت كده ان انا ام اكسبكتنج ان الاوفر هيد بتاعتي هتبقى $10 for every unit produced. انا كده توقعت هنا البيز كده. اقدر اجيب بقى المانيفاكتشرنج overhead estimated او allocated، اقدر اجيبها ليه؟ انا جايب الريت multiply الاكتوال بيز. ايه الاكتوال بيز بقى؟ انت تعالى قول لي بقى العميل ده عايز مثلا عايز 2000 يونتس، خلاص ما انا اوريدي حددت ان الريت بتاع الاوفر هيد هيبقى $10 والعميل ده عايز 2000 يونتس، يبقى الطلبيه دي للعميل ده هتتكلف الشركه 20000 دولار. طيب يبقى علشان نجيب الاوفر هيد لازم اجيب الالوكيشن ريت. الالوكيشن ريت ده بيجي ازاي؟ الاستيميتد او البادجتد اوفر هيد على البادجتد بيز. ايه البيزز عندي؟ ليبر اور، دايركت ويجز، ماتيريال، وات ايفر البيز عندي هي ايه. طيب تعالوا نشوف اكزامبل. بيقول لي دي البادجت او الاستيميتد المانيفاكتشرنج اوفر هيد 6000، وده الاستيميتد دايركت ليبر اورز والدايركت ويجز والدايركت ماتيريال والماشين اورز واليونتس بروديوسد، ودي الاكتوال ريزلتس، دي الحاجات الحقيقيه اللي حصلت. بيقول لي احسب البري ديترمند اوفر هيد ريت يوزنج 6 الوكيشن بيزز، واحسب الاوردر كوست. انت الاوردر كوست عندك الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر، فاضل ايه يا شباب؟ ايوه برافو عليكم، فاضل الاوفر هيد. طيب وبيقول لي اف ذا اكتوال اوفر هيد ده اخر السنه. خلينا ايه نشوف حاجه حاجه. لو نحسب البري ديترمند ريت وبعدين نحسب الاوردر كوست. الاوردر كوست عباره عن ايه؟ الاوردر كوست انا هجيبها من الاخر للاول. الاوردر كوست هو عباره عن الدايركت ماتيريال زائد الدايركت ليبر زائد الاوفر هيد. الدايركت ماتيريال مدهاني 2947، الدايركت ليبر مدهاني 1705، انما اللي مش مدهاني هي الاوفر هيد. ليه؟ لان احنا عشان نجيب الاوفر هيد لازم نضرب الريت في الاكتوال بيز. طيب هو طالب مني الريت بست طرق. طيب تعالوا نمسك حاجه حاجه. نمبر 1 هنجيب الاوفر هيد ريت. قلنا عشان نجيب الاوفر هيد ريت بنقسم الاستيميتد او البادجتد اوفر هيد على الاستيميتد بيز. طيب انا هنا هاخد اول طريقه، الاستيميتد بيز بتاعتي هتبقى الدايركت ليبر اورز مثلا. يبقى انا متوقع ان الاوفر هيد هتبقى كام؟ هتبقى $6000 على استيميتد بيز. لازم عشان اجيب اوفر هيد بري ديترمند ريت يبقى استيميتد على استيميتد، بادجت على بادجت تمام، لان ده توقع مش حاجه حقيقيه. على الاستيميتد بيز احنا قلنا هنا الدايركت ليبر ايه؟ دايركت ليبر اورز اللي هي 800 اور. طيب هيطلع كام؟ نحسبها كده مع بعض. لو قسمت ال 6000 ديفايدد 800 هيطلع $7.5. يبقى ده معناه ايه؟ بير ليبر دايركت ليبر اور. يعني ايه؟ يعني انا اكسبكتنج ان الاوفر هيد هتبقى $7.5 بير دايركت ليبر اور. طب احسب لي بقى المانيفاكتشرنج اوفر هيد للايه، للشغلانه دي. الاوفر هيد ريت $7.5
بير دايركت ليبر اور. طب هم العمال عشان يشتغلوا شغلانه رقم 52، شغلانه اي شغلانه، شغلانه العميل اكس العميل واي رقمها كذا، لان الطلبيات بتبقى كتيره، فممكن انا الطلبيات بتاعتي تبقى ايه مترقمه. المهم العمال اشتغلوا قد ايه على الشغلانه دي؟ 792 اورز. حلو كده، نقدر نحسب الاوفر هيد؟ ايوه اقدر احسب. ليه؟ لان انت قلت الاوفر هيد ويل بي 7.5 دولار فور افري دايركت ليبر اور. طب الليبر اور كام؟ 792 اورز دايركت ليبر اور. يبقى الاوفر هيد بتاعتي كام؟ هعمل ده ملتيبليكيشن، هيطلع ان الاوفر هيد 5940 دولار. خلاص كده حليت المشكله. ازاي اقدر اجيب الكوست اللي هو الريكوايرد التاني، الكوست فور ذيس جوب فور اوردر نمبر 52؟ اقدر. ازاي؟ عندي دايركت ماتيريال 2947 اهي، عندي دايركت ليبر 1705، عندي اوفر هيد اهي 5940. يبقى انا حددت الكوست. يبقى احنا عملنا ايه للاوفر هيد عشان نجيبها؟ جبت اوفر هيد ريت وجبت مانيفاكتشر اكتوال الوكيتد مانيفاكتشرنج اوفر هيد. هتقول لي طب ما الاكتوال اوفر هيد دي مش حقيقيه، انا اسف، المانيفاكتشرنج اوفر هيد دي مش حقيقيه. ليه؟ لان انت عندك الاوفر هيد قد ايه اللي انت استيميتد، دي استيميتد بنسميها الوكيتد اوفر هيد 5940. طب الاكتوال اوفر هيد لو بصينا للريكوايرد الثالث هنلاقي ان الاكتوال اوفر هيد 6000. جيفن فين دي؟ اهي في الريكوايرد الثالث. بيقول لي احسب الاوفر هيد اكتوال اندر او اوفر الوكيتد. يعني ايه؟ يعني انت كنت عامل اوفر الوكيشن ولا اندر الوكيشن؟ طيب الاكتوال الاستيميتد اوفر هيد اللي هي الالوكيتد اوفر هيد، الالوكيتد الوكيتد يعني استيميتد اوفر هيد 5940، يبقى في فرق قد ايه؟ 60. طيب انت عامل اوفر ولا اندر؟ انت بتحط الايه الاكتوال 6000 وانت توقعت 5940، يبقى انت ايه عندك اندر الوكيشن، يعني انت كنت مقلل التكلفه ب 60 دولار، ده اسمه اندر الوكيشن. تعالج المشكله دي ازاي؟ بتزود الكوست اوف جود سولد. يعني انت بتيجي اخر السنه تلاقي ان في فرق التكلفه، انت كانت المفروض 6000 بس 6000 دي ما كناش هنعرف نحسبها غير ات ذا اند اوف ذا ايه اكاونتنج بيريد، فباجي اخر السنه الاقي ان الالوكيتد اوفر هيد في فرق 60 دولار، انا قللت التكلفه 60 دولار. عادي جدا، تعالى زود تكلفه البضاعه المبيعه عندك في الانكم ستيتمنت ب 60 دولار، والعكس لو انت كنت مزود التكلفه هتيجي تقوم مقلل الكوست اوف جود سولد اند سو اون. طيب يبقى احنا عملنا ايه؟ احنا كده مشينا اول ايه اول طريقه اللي هي ايه اللي هي اخترنا الدايركت ليبر اورز. طيب تعالى نختار نفس الكلام، كان طبعا الشركه بتختار بيز واحده بس، تعالى نختار الماشين اور از اورز از الوكيشن بيز. يلا شباب قولوا لي اعمل ايه. هاجي اقول الاوفر هيد ريت استيميتد اوفر هيد divided estimated base اللي هي هنا estimated machine hours. يلا الاستيميتد اوفر هيد كام؟ 6000. ما هي كاني بحل المساله تاني على الاستيميتد ماشين اور. فين الاستيميتد ماشين اور؟ الاستيميتد ماشين اورز اهي، لان دي بادجت تمام 1200 اور. لو قسمت 6000 على 1200 اورز هلاقي $5 دي ايه؟ دي الاوفر هيد الوكيتد بير ماشين اور. اقدر احسب الاوفر هيد الوكيتد اوفر هيد؟ اقدر، ايوه طبعا. ليه؟ قلنا الريت في الاكتوال بيز $5. طب هم العمال عشان يشتغلوا شغلانه رقم 52 دول اشتغلوا، الماشينز اشتغلت قد ايه؟ اهي الماشينز اشتغلت 1172 اور. يبقى نقدر نحسب الاوفر هيد؟ اه طبعا اقدر احسب الاوفر هيد. ازاي؟ هضرب $5 ملتبلاي 1172 هيطلع 5860 دي اوفر هيد.
نقدر نحسب الكوست فور جوب نمبر 52 طبعا سهله جدا، دايركت ماتيريال زائد دايركت ليبر زائد مانيفاكتشرنج اوفر هيد. دايركت ماتيريال قلنا اكتوال بقى كام؟ 2947، دايركت ليبر 1750، مانيفاكتشرنج اوفر هيد اللي احنا حسبناها 5860. طيب الريكوايرد ده الاولاني، ده الريكوايرد الثاني، ده الريكوايرد الثالث. الريكوايرد الثالث بيقول لي احسب في اوفر والاندر الوكيشن. الاكتوال اوفر هيد 6000، الابلايد او الالوكيتد اوفر هيد 5860، يبقى انا عندي قد ايه؟ 140 برضو اندر الوكيشن، اندر الوكيشن. يبقى احنا المفروض نزود تكلفة البضاعة المباعة لان انت قللت التكلفة عن اللي المفروض تكون عليه. انت التكلفة الاكتوال للاوفر هيد، طبعا الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر ما فيهمش استيميتد. ليه؟ علشان هما اكتوال من الاول، انما الاوفر هيد هي اللي انا عملت لها ايه؟ استيميشن وعدلتها. طيب بصوا بقى، لو انا عايز دلوقتي يلا شباب، لو انا عايز احسب ببيز تالت، انا عايز النمبر او النمبر اوف يونتس بروديوسد از بيز. طيب يلا انتوا اللي هتقولوا لي تالت طريقه، اليونتس بروديوسد از بيز. هنحسب الاوفر هيد ريت، هنيجي نقول البادجتد اوفر هيد على البادجتد بيز. بادجتد اوفر هيد 6000، انت هنا اخترت البادجتد بيز الاستيميتد يونتس بروديوسد اللي هم ايه؟ 45. يبقى انا هقسم 6000 ديفايدد 45 يطلع تقريبا $133.3 بير يونت produced. يبقى ده معناه ايه؟ ان you will allocate the overhead $133 per unit produced. خلاص احسب ازاي الallocated overhead؟ هاجي اقول انا الريت في الاكتوال بيز، انا اكتوالي شغلانه دي انتجت قد ايه؟ 20 units. يبقى 20 multiply 133 يطلع 2666 allocated overhead. اقدر احسب ال cost of job number 52 طبعا، direct material direct labor and allocated overhead. direct material 2947، دايركت ليبر 1705. طيب وعندي allocated overhead 2666 وهكذا. طيب تعالوا نختار بيز رابعة. بصوا بقى ركزوا معايا، هختار الدايركت ماتيريال كوست، كوست يعني دولار اماونت از بيز. يعني ايه؟ يعني تعالوا نجيب الاستيميتد او البريديتيرمنت اوفر هيد ريت، قلنا عباره عن ايه؟ بادجتد اوفر هيد ديفايدد بادجتد او استيميتد بيز. هنا البادجتد اوفر هيد $6000، انا قلت البيز بتاعتي دايركت ماتيريال كوست، انا متوقع هنا خلال السنه ان الدايركت ماتيريال كوست بتاعتي تبقى 3000 مثلا. يعني يبقى ده معناه ايه؟ ده ديفايدد ده هيطلع 2، بس هنا مش بيرسنت، مش تايمز، انا اسف، مش دولار بير ايه،
بير يونت ولا دولار بير اور، هنا دي دولار اماونت، دولار على دولار، دولار على دولار، يبقى هنا تايمز 2 تايمز 3 تايمز 1 تايم هاف تايم اند سو اون. يعني ايه؟ يعني انا الاوفر هيد هتبقى 2 تايمز الدايركت ماتيريال كوست. يعني لو انا دافع للشغلانه دي مثلا 5 دولار ماتيريال يبقى الاوفر هيد 10 دولار، لو انا دافع دايركت ماتيريال 20 دولار يبقى الاوفر هيد 40 دولار ضعفها. طالما قسمت دولار على دولار يديني تايمز، اتفقنا؟ طيب تعالوا نجيب الالوكيتد اوفر هيد 2 تايمز الريت اللي هو الريت ملتبلاي الدايركت ماتيريال كوست. انت الشغلانه رقم 52 الدايركت ماتيريال بتاعها قد ايه؟ 2947. يبقى الاوفر هيد بتاعتك 2947 ملتبلاي 2 يطلع 5894 دولار. دي الاوفر هيد. تقدر تحسب الكوست بتاعت جوب نمبر 52، ايوه، دايركت ماتيريال زائد دايركت ليبر زائد مانيفاكتشرنج اوفر هيد. دايركت ماتيريال 2947، دايركت ليبر 1705، مانيفاكتشرنج اوفر هيد 5894. سهله جدا. طب يلا انتوا بقى اللي قولوا لي، لو هناخد البيز بتاعتي الدايركت ليبر كوست مش اور، دايركت ليبر كوست مش اور، طالما هقسم دولار على دولار يبقى هاجي احسب الاوفر هيد ايه؟ ريت. يلا شباب قولوا لي اوفر هيد ريت. هاجي اقول الاستيميتد اوفر هيد اللي هي 6000 على الاستيميتد بيز اللي هي الدايركت ليبر كوست. فين الدايركت ليبر كوست؟ 1600. لو قسمت 1600 نحسبها ثواني، لو قسمت 6000 divided 1600 هيطلع 3.75. خلي بالك مش دولار اماونت، 3.75 تايمز. يعني قصاد كل 1 دولار دايركت ليبر هحسب اوفر هيد 3.75. اتفقنا؟ نقدر نجيب الاوفر هيد الوكيتد، ايوه طبعا، ازاي؟ الريت 3.75 ملتبلاي الالوكيشن الاكتوال بيز. فين الاكتوال بقى؟ الشغلانه دي العمال فعلا خدوا كام؟ خدوا 1705. يبقى لو ضربت الريت في البيز 1705 multiplied 3.75 هيطلع 6394 مثلا بالتقريب. اقدر احسب الكوست اوف جوب نمبر 52. طبعا عندي الدايركت ماتيريال، عندي الدايركت ليبر، عندي الالوكيتد اوفر هيد، الوكيتد او استيميتد اوفر هيد. دايركت ماتيريال 2947، دايركت ليبر 1705، الوكيتد اوفر هيد 6394. حسبت التكلفه بتاعت الجوب. طيب بيقول لي افرض ان الاكتوال اوفر هيد كانت 6000 والالوكيتد او الاستيميتد اوفر هيد كانت 6394. يبقى انا هنا بقى عملت اوفر ولا اندر الوكيشن؟ انا عملت اوفر الوكيشن. ليه اوفر الوكيشن؟ لان الاوفر هيد الحقيقيه 6000، انا خليتها 6349، يبقى انا عندي اوفر الوكيشن ب 394. يعني انا زودت التكلفه عن اللي المفروض تكون عليه. نعمل ايه عشان نحل المشكله؟ نرجع نقلل التكلفه. يبقى احنا كده اتكلمنا ان جنرال عن الاوفر هيد وعن المشاكل بتاعتها. عندكم مسالتين، مساله محلوله وحضرتك تحل لي المساله اللي بعدها دي اللي هي page 226.
هنزل لكم بقى الايه اللكتشرز دي اهي في فايل اسمه كوست ايه اكاونتنج، وهي هرقمهم لكم علشان ما يكونش عندنا اي نوع من انواع المشاكل ان شاء الله. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا على الاوفر هيد مشاكلها ايه، قلنا ان من ضمن مشاكلها ان هي كوست بتعمل لها الوكيشن. طب بتعمل لها الوكيشن ازاي؟ خطوتين، نمبر 1 بجيب استيميتد ريت، وبعدين بضرب الاستيميتد ريت في الاكتوال ايه، في الاكتوال بيز. اتفقنا؟ هتحلوا لي المساله دي اساينمنت اللي هي في الكتاب، وتنزلوها لي النهارده في بوست، هعمل ايه، هعمل عليه تنزلها لي في الكومنتس، وهنزل لكم البي دي اف اللي انا كتبتها دي اللي هي الهاند اوت. يبقى انتوا كده اظن مش ناقصكم حاجه، كده كاني قاعد مع كل واحد لوحده. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.